ايش ذنب الاطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا انا بحل مشكلتي صح، بس بعض الاطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لانهم اطفال ما يدروش بحاجه، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجه. يعني ايش ذنبنا احنا؟ مش الوحيده انا، يمكن كل الاطفال. هي ليست وحدها بكل تأكيد. أهلا بكم إلى عالم عربي يتزوج أطفالا لا حول لهن ولا قوة. أهلا بكم إلى صنوف شتى من أعمال العنف ضد المرأة. هذا في عرض الشارع في وضح النهار. تستطيع أن تتخيل كم العنف ونوعه وراء أبواب مغلقة إن لم تكن تعلم.